انطلقت يوم الجمعة الماضي فعاليات الدورة الأولى من منصة الشارقة للأفلام. دي إحدى المبادرات المتفردة التي تسعى من خلالها مؤسسة الشارقة للفنون لإثراء صناعة السينما، حيث ستقدم المنصة أكثر من 140 فيلما على مدار 9 أيام. فعاليات المنصة تقام في 4 مواقع بإمارة الشارقة، تتخللها عروض أفلام لأول مرة وبرنامج تعليمي وورش عمل في صناعة السينما والكتابة والرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وذلك لدعم المخرجين في العالم العربي. نتعرف أكثر على هذه المنصة مع الأستاذ علي مراد، منسق التواصل المجتمعي في مؤسسة الشارقة للفنون. صباح الخير أستاذ علي، وأهلا وسهلا فيك بيوم جديد. صباح النور، حياكم الله من إمارة الشارقة. أهلا أهلا فيك. صباح الابتسامة طبعا والتفاؤل أستاذ علي. ويعني زي ما احنا قلنا في المقدمة، في فعاليات كتير قوي، في أفلام هتعرض لأول مرة، تقريبا في عندي 32 فيلم هيعرضوا لأول مرة في هذه المنصة، في 140 فيلم زي ما قلنا من 40 دولة، في ورش عمل، في محاضرات كتير. فبالتالي السؤال هنا هو ايه الفرق بين المهرجان، لو كان مهرجان لأفلام الشارقة، والمنصة؟ يعني هنا ما معنى منصة؟ طبعا منصة الشارقة للأفلام، كلمة منصة بحد ذاتها شيء مختلف تماما عما تعود عليه الجمهور، خاصة في هذا النوع من الفعاليات الأفلام. كلمة منصة نحن شفنا أنها تناسب أكثر المحتوى اللي تقدمه المؤسسة، واللي يعني ينصب فيه جهودنا وتركيزنا على المحتوى الذي يتضمنه الأفلام وبما يليق بالمجتمع. وطبعا هذه العروض تتكون من افلام تتنوع ما بين الافلام الروائيه والافلام الوثائقيه والافلام التجريبيه. هي تقريبا يعني 140 فيلم. طبعا يعني نحن شكلنا 140 فيلم. استاذ علي خلينا نتكلم شوي عن الافلام المشاركه، على اي اساس يمكن تمت مشاركتها، من اي بلدان كمان جايه؟ تقريبا اكثر من 40 بلد كمان عم بيشاركوا معكم بهيدي المنصه. خلينا بس هيك نفصل شوي للمشاهدين نوعيه هالافلام والدول. طبعا نحن من اول ما فتحنا باب الاعلان عن المشاركه في منصه الشارقه للافلام حصلنا اكثر عن 300 مشارك، وتم الاطلاع على جميع هذه الافلام من قبل اللجنه العليا في مؤسسه الشارقه للفنون، وتم اختيار الافلام اللي تعكس مفهوم المنصه، واللي شفنا انها جديره بانها تعرض من ناحيه الجوده ومن ناحيه المضمون، وحاولنا ان يكون عندنا انتقاء من جميع دول العالم. من جميع دول العالم. طيب هنا في كان في حفل الافتتاح، عارفين ان في فيلمين، كان فيلم ليمون او فيلم ليمون وفيلم مريم ايضا، وهم كان هم فيلمين اماراتيين. فيلم ليمون وفيلم مريم. صحيح، فيلمين اماراتيين ومحصلين على منحه منصه الشارقه، وبالتالي هذه المنحه اكيد يعني هي مسبقا على حفل الافتتاح. لو تحكي لنا شويه تفاصيل، يعني ايه منحه كانت منصه الشارقه، ولماذا هذين الفيلمين تحديدا؟ طبعا اعلنت المؤسسه على توفير منحه منصه الشارقه للافلام، وتم واللي حصل عليها المخرج الاماراتي عبد الرحمن المدني. كان امتى استاذ علي؟ كان امتى الاعلان؟ محمد الحمادي مخرج فيلم مريم. الاعلان كان في السنه الماضيه. والحمد لله حصل على الدعم المادي والمعنوي، واستطاعوا هؤلاء المخرجين في انتاج هذه الافلام، وان شاء الله سيتم فتح باب جائزه منحه منصه الشارقة للافلام في الشهر القادم ان شاء الله. طيب نحن ندعو المخرجين والمحبين الافلام ان يكونوا على استعداد لاستقبال هذه التسجيل في هذا الباب. اكيد مثل ما هن يمكن هلا كمان مستعدين او موجودين كمان معكم تيشاركوا به هذه المنصه. خلينا نتكلم شوي عن الجوائز، بما انه ذكرنا يعني احدى الجوائز، خلينا نتكلم عن الجوائز. هن يمكن 3 جوائز مزبوط، في عنا وحده لفيلم تجريبي وافضل فيلم وثائقي وافضل فيلم روائي، ويمكن بتوصل الجائزه الى 30,000 دولار، او كل جائزه ل 30,000 دولار. خبرنا شوي عنهم اكثر لو سمحت. بالضبط،
يعني انا اللي اقدر افيدكم فيه حاليا ان نحن عندنا لجنه حكام تتكون من 9 اعضاء متقسمين الى قسم 3 لجان، فكل لجنه تتكون من 3 حكام يقومون ب الحكم على فئه من هذه الفئات، ومثل ما انت حضرتك ذكرت فئه افضل فيلم روائي، افضل فيلم تجريبي، وافضل فيلم وثائقي. اها، يعني ربما بس احب ان القي الضوء على فيلم تجريبي لو نفهم معنى، يعني الوثائقي معروف طبعا والروائي وطويل وقصير، ولكن التجريبي هنا ما معناه؟ الفيلم التجريبي هو لو انا اقدر اوصفه شخصيا هو فيلم يعتبر فني خارج عن العناصر المعتاده في صناعه الافلام، حيث ان الفنان له الحريه التامه في انه يقوم بتجربه افكاره وتجربه ادوات جديده، تقنيات جديده مختلفه عن الطبيعي، فهذه تعتبر افلام تجريبيه واللي يعني ممكن المشاهد توصل الفكرة بطريقة اللي هو تناسبه، فالدعوة مفتوحة للجمهور في استيعاب وفهم الرسالة اللي حاول يوصلها المخرج من خلال هذا النوع من الأفلام. يعني سريعا أيضا كان في طبعا جلسات حوارية من يوم الجمعة لحد الآن بتناقش ربما بعض مشكلات الأفلام الوثائقية، بعض التقنيات الحديثة، ماذا خرج عن هذه الجلسات وإلى أين سيذهب أيضا يعني مردودها؟ طبعا الجلسات الحوارية كانت ابتدت بها المنصة أو الدورة الافتتاحية واستمرت على مدى 3 أيام، كانت في ساحة المريجة منطقة قلب الشارجة، واستمرت على مدى 3 أيام في جلسات حوارية كانت من على فترة في الفترة الصباحية، وتناقشت هذه الجلسات القضايا المتعلقة في صناعة الأفلام، أكثرها يمكن اللي تتعلق في صناعة الأفلام في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة، وكان في حضور متنوع وكانت مفتوحة للجميع، وإن شاء الله يكون استفادوا الجميع من هذه الجلسات عشان يكون عندهم مثل اطلاع على أحدث أنواع التكنولوجيا وأحدث الأخبار اللي قاعدة تصير في مجال السينما. وإلى جانب هذه الجلسات كان عندنا بعد ورش عمل. هذه الورش عمل تستمر طيلة فترة المهرجان من 18 حتى 26 يناير، وهذه الورشات بعد تختص في مواضيع صناعة الأفلام مثل كتابة السيناريو وإجراء البحوث والتوثيق وأيضا استخدام الكاميرا. هي كانت مفتوحة للكل، موجودة على موقعنا موقع مين اللي الاشخاص عم هذه الورش تتنوع ما بين للاطفال، في عندنا ورشات ورش عمل للصغار ورش عمل للكبار، والبرنامج كله موجود على موقعنا sharjaart.org. نعم، طيب حابب هيك بس اسالك سؤال يمكن بعيدا شوي عن المهرجان بحد ذاته او المنصه بحد ذاته، قد ايه برايك اليوم هيك انواع من المنصات او المهرجانات السينمائيه يمكن بتفيد العالم العربي اذا فينا نتكلم بشكل عام، وايضا يمكن قد ايه نحن بعالمنا العربي بعد يمكن بينقصنا نظرة العالم كلها تتغير على صناعة السينما في العالم العربي؟ يعني شوف، المنصة هذه مثل ما خبرتك قبل نحن نركز أكثر على المضمون والمحتوى اللي نقدمه، ونحاول نجيب فيه يعني نطرح من خلاله ثقافات مختلفة من كل دول العالم، ومثل ما تعرف الأفلام يعني هي اللغة يمكن كل حد يفهمها. صحيح. سواء تفهمت اللغة أو ما فهمت اللهجة، لأنها كونها مادة بصرية سهل توصل للقلب وتوصل للعقل. فالفيلم نحن نوفر من خلاله باب للناشئين وللناس المحترفين انهم يعبرون عن تفكيرهم، يوصلون رساله للمجتمع من خلال هذه المنصه. يعني نحن نحاول قدر المستطاع ان نعطيهم الحريه الكامله في انهم يوصلون فكرهم في للعالم. في في جمله واحده ربما استاذ علي لانه الوقت انتهى، يعني ساطرح السؤال بشكل اخر، ما الفرق بين منصه الشارقه مثلا ومهرجان دبي السينمائي، وهو هنا افلام بتعرض لاول مره وهنا افلام بتعرض لاول مره، هنا فنانين وهنا فنانين، ايه الفرق؟ يعني
ما اعرف لو اقدر اجاوب على السؤال، بس نحن اللي نقدمه او طريق مختلف تماما عن ما قدمته مهرجان دبي السينمائي. نحن اقل تركيز على مشاهير العالم، تركيزنا اكثر على المضمون، فتح باب للمبتدئين للهواة، مجتمعي اكثر عن ما هو متعلق بالاضواء الشهره. فهمنا. تمام. يعني بنات اكيد نتمنى لكم كل التوفيق باول دوره لهالمنصه، وان شاء الله يمكن بالدورات المقبله هيك انا ولا كمان بنكون عم نشارك معكم بركي باماره الشارقه. استاذ علي مراد، منسق التواصل المجتمعي في مؤسسه الشارقه للفنون، شكرا لك.